يعيش اليمنيون منذ القدم في إخاء ومحبة وسلام واحترام متبادل. ممارسة الحريات والطقوس والعبادات تتميز بها اليمن، لكن ميليشيا الحوثي جاءت منذ انقلابها قبل 4 سنوات بكبت الحريات ومصادرة الحقوق. في شهر رمضان يمارس اليمنيون والمسلمون في شتى بقاع العالم صلاة التراويح، إلا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ضيقت تدريجا على هذه النافلة الرمضانية في مناطق سيطرتها. نحن الآن بفضل الله ومن ثم بفضل مقاومتنا وجيشنا الوطني تقام صلاة التراويح هنا في أمان وفي عز، وبينما المناطق الأخرى التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والانقلابيين لا يستطيع أحد أن يصلي صلاة التراويح. تنوعت أساليب التضييق على صلاة التراويح في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا، وذلك بين منع مكبرات الصوت في بعض المساجد واعتقال أئمة مساجد آخرين وتضييق تدريجي متنوع، لكن ذلك الأمر قوبل برفض شعبي كبير. هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي ربما تميز بيننا وبين الإنقلابيين الذين جاءوا في انقلابهم على الشرعية وعلى مؤتمر الحوار، جاءوا أيضا بالانقلاب على صلاة التراويح التي يمنعونها في مساجد ما تحت سيطرتهم ويحولون بين المسلمين وبين أداء هذه السنة الفاضلة. وفي المناطق المحررة يلمس الناس الفرق في الحريات ومواصلة أداء صلاة التراويح حتى في الشوارع والساحات العامة. في مديرية الوازعية مثلا جنوب تعز التي حررت بعد 3 سنوات، وعاد الناس هناك لأداء صلاة التراويح بعد أن منعتها الميليشيا الانقلابية لمدة 3 أعوام، ما جعل الناس يسعدون بعملية التحرير لمنطقتهم قبل شهر رمضان المبارك.